هنروح لمباراة أخرى مع رجال الكرة الطائرة. كان عندنا مباراة مهمة مع سبورتنج، زي ما قلت لحضراتكم المباريات في الكرة الطائرة رجال بتمشي بشكل تصاعدي، هتلاقي نفسك في الأول لعبت مباريات نوعا ما سهلة، بعد كده بدأت المباراة تصعب، يمكن آخر مباراة كانت مباراة صعبة مع نادي سبورتنج للرجال وانتهت المباراة بنتيجة 3-1. المباراة طبعا كانت ماشية كلوز، يمكن الشوط الأخراني فقط، الشوط الرابع هو اللي فرق كبير، وده كان اختبار حقيقي وتجربة جيدة للفريق واللي بيقوده فرناندو مونزو المدير الفني الأسباني في موسمه الأول مع النادي الأهلي. النتائج الأشواط خلصت إزاي؟ 25-12، 25-13، 24-26 في الثالث، والأخير 25-12. يمكن الشوط الثالث هو اللي شهد منافسة. فريقنا برضو خلصت مبارياتها وتصدرت المجموعة برصيد 30 نقطة، اللي وراها في المجموعة طول سبورتنج برصيد 20، فرق 10 نقاط، انت طالع بيهم يعني تراكمي من الدور الأول. اتحاد الطايرة هيعلن بقى الفترة اللي جاية هيكون شكلها، احنا داخلين خلاص على البلاي اوف، على المباريات الإقصائية، مش هيعمل الدوري اللي كان بيحصل في النصف ده اللي كان الهدف منه انه يطول فترة الدوري شوية، ولكن لا خلاص مش هيتعمل، لأن انت عندك أولمبياد بتجري وراك، عندك يعني اعداد منتخب بيجري وراك، فانت عايز تضغط الموسم، وعندك بطولة افريقيا رجال وسيدات في مصر برضه بتجري وراك في شهر ابريل، فانت النهارده ما عندكش حل غير ان انت تبتدي بلاي اوف ان شاء الله. فالاتحاد الطايره الفتره اللي جايه هيعلن من خلال لجنه مسابقاته عن شكل المسابقه القادم. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش الاهلي وسبورتنج رجال، صورنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين، نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. ماتش النهارده كان ماشي كويس في الاول، اول شوطين قدرنا ان احنا نعمل كنترول على فرقه سبورتنج. طبعا فرقه سبورتنج فرقه محترمه وعامله ماتشات كويسه السنه دي، حاولنا نطبق الكلام اللي احنا خدناه في المحاضره، والحمد لله الدنيا كانت ماشيه كويس. الشوط الثالث حصل دروب شويه، قله تركيز او استسهال للماتش او حاجه، فكسبوا الشوط، والحمد لله في الاخر احنا قدرنا يعني بخبره لعبتنا ان احنا نكسب الحمد لله. لا مستر فرناندو قال بس ان احنا نرجع تاني نركز زي الشوط الاول والثاني، الناس يعني مجرد ان فقدت تركيزها لبعض الوقت يعني قدروا هم يطلعوا علينا بونت واثنين، قدرنا فاحنا تهزينا شويه، بس الحمد لله رجعنا في الاخر واثبتنا ان احنا احسن الحمد لله. اولا الف مبروك للنادي الاهلي والحمد لله على المكسب ده. ثانيا فرقه سبورتنج فرقه كويسه قوي، وفرقه تبقى من احسن الاربع فرق السنه دي في الدوري. طبعا الماتش كان ماشي كويس، حصل بس شويه اخطاء في الشوط الثالث، شويه اخطاء فقدرنا ان احنا خلاص نلم الاخطاء دي. كان عندنا ساعات كان ممكن يجي الشوط الثالث عادي، وبس حصل كم غلطه في الشوط الثالث كان في النهايه ما حصلش، خلاص نصيب ان احنا ناخد الشوط الثالث. رجعنا تاني اللي ركزنا تاني وعالجنا الاخطاء بتاعتنا ومشينا الماتش زي ما احنا عاوزين يعني. بس هي فرقه سبورتنج فرقه محترمه يعني، لازم تعمل ماتش كويس معانا، اي فرقه بتيجي بتعمل ماتش كويس معانا، فعادي يعني. اهم حاجه ان احنا نلم الاخطاء على طول ديت، نعرف اخطائنا فين ونعالجها. هو الاخطاء عباره ان ما يبقاش في خطا شخصي من اللعيب اللي موجود في الملعب، يعني مثلا ما يبقاش في لعيب راح يلعب ارسال يلعبه في الاوت او في الشبكه، او يلعب يب تاتش في الشبكه او يجي فيه ايس مباشر، دي اخطاء شخصيه كتير قوي يعني. فهو المدرب بيقول لنا يعني دي يعني نتفاداها يعني، بس هو الماتش ماشي كويس واكيد في اخطاء يعني، واكيد في اخطاء في الفرقتين، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نلم الاخطاء دي والحمد لله كسبنا يعني. الحمد لله احنا مبدئيا ماتش سبورتنج ده ماتش من الماتشات القويه السنه دي، فرقه سبورتنج فرقه محترمه وعامله تدعيمات كويسه، فاحنا الحمد لله لعبنا كويس. هم خدوا مننا شوط وده طبيعي في الفولي، وارد مش على طول دايما تقدري تاخدي جيمات، لازم طبيعي بتقعي في دروب شويه بترجعي تاني، هو ده دي الماتشات ودي الرياضه يعني عموما. بس بعد كده ابتدينا نركز تاني، نعرف التعليمات من الكابتن كوتش، معانا سكاوتنج بره بيقول زي اللعيبه نقطه ضعف نقطه قوه، واشتغلنا عليها والحمد لله قدرنا نرجع تاني. انا شايف ان اي خطا بنقع فيه دلوقتي ده احسن لنا بكتير، لان احنا نبتدي نركز عليه نشتغل عليه، لان احنا عندنا بعد كده ماتشات مهمه وعندنا سوبر وعندنا نهائي ان شاء الله، ف باذن الله يعني نشتغل على اخطائنا، النقط الايجابيه بتاعتنا نشتغل عليها برده، وان شاء الله ربنا يكرمنا.
يمكن الوضع في كرة الطائرة زي كرة اليد مختلف شوية عن كرة السلة، إن في كرة الطائرة وكرة اليد إحنا المنافسين غالباً بيبقى منافسة أهلي زمالك، مع احترامنا لكل الفرق اللي موجودة طبعاً على راسي من فوق، ولكن أنا بتكلم عن التاريخ والحاضر، يعني هم بيبقوا أقوى فرقتين سواء في كرة الطائرة أو في كرة اليد. يمكن كرة اليد قابلنا الزمالك رجال وسيدات في الفترة اللي فاتت، ولكن في كرة الطائرة لسه، واحنا بنقابل الزمالك في كره الطائره بنقابله غالبا في الفاينالات، ما بنشوفوش في مباريات في النصف، لا بنقابله في الفاينالز. فالكره الطائره يعني رجال وسيدات لسه ما اتحطوش في اختبار حقيقي مع المنافس التقليدي. يمكن كره اليد لا اتحطوا والحمد لله، فزنا مثلا على سبيل المثال السوبر المصري اللي كان في دوله الامارات الشقيقه في دبي وفاز بيها النادي الاهلي، يعني في منافسات حصلت بيننا وبينهم. ولكن اللي جاي للكره الطائره اللي جاي بقى خلاص شهر 3 4 5 الجد كله، سواء افريقيا سوبر مصري دوري المصري كاس مصر، فخلاص اتصور ان انت ثلاث شهور اللي جايين بالنسبه لرجال وسيدات في كره الطائره لازم تكون واقف على رجلك بشكل كويس.